الجيل ده حقق اهم بطوله في تاريخ غزل المحله. عمر الجماهير غزل المحله ما تنسى بطوله 72-73 دوري طبعا. دوري طبعا ده كابتن حنفي كان واحد من الجيل الذهبي ده. انا لحقت الدور الثاني لان انا كنت عملت عمليه وتعثرت شويه في العلاج وكلام من ده. بس لحقت الدور الثاني كله الحمد لله. اهم مباراه كانت في مشوار الدوري ده كانت مباراتي طبعا الاسماعيلي انتهينا في البطوله دي. في البطوله دي كسبت 3 وجبت 3 اهداف. انا برضو جبت جول تاريخي وكان له دلاله جامده على اننا هناخد الدوري. كنا احنا بنلاعب الاسماعيلي وخسرانين 1-0 في مصر في الاستاد القاهره. خلاص الماتش خلص والاسماعيلي مضيع اكتر من 15 جول. كان فؤاد بخيت يوب وما جول الله يرحمه كان غزل المحله كان حاجه. واحنا اكتر من 15 جول وفي اخر دقيقتين كره اتلعبت نط السعيد كان متقدم عملها بدماغه كده ابو امين راح كده وانا رحت كده. انا حاسس ان هي لعبه الناحيه دي وهوب فيك حسن مختار 1-1 دوت فينش اللي جاب الجون كابتن حنفي. انت كان كابك على الاسماعيلي. كنت بحب الاسماعيلي وبحبهم قوي وكان حظ حلو عليهم يعني. طب كان قبل انتهاء الدوري بماتشين بماتشين او حاجه الاهلي كان هنا فاكر الماتش ده برضو؟ الماتش اللي كان هنا كان الماتش بتاع الدوري 1-0 عبد الدايم. ايوه كان هنا صح هنا. وكابتن صالح سليم دخل لكم بعد بعد ما كسبتوا الاهلي دخل يبارك لكم مبروك. هو الناس بيني وبينك يا اسامه كانت بتتفاجئ بالمنظر. اللعيبه كلها جديده يعني اللي انت اللي تسرب له بقى ان احنا مع اول سنه ديت وبتاع كنا 8 في المنتخب 8 لعيبه من الجيل ده اللي الناس ما كانتش تعرفه 8 لعيبه في المنتخب سياج وسعيد عبد الجواد وعبد الدايم وعمر وعماشة وانا وعبد الدايم وعماشة الخمسه كنا 5 فراوده. احنا الخمسه الفراوده دولت رحنا كاس فلسطين سنه 75 5 وخدنا كاس فلسطين كسبنا اخر ماتش في النهائي وعبد الدايم جاب الجول في النهائي. كان برضو ال ديت كانت فيها برضو حاجه الواحد بعد كده لما الفرق مع الجيل ده ايه؟ الكره الحلوه الفرق معاكم الكره الشراب في الشارع لا اللي فرق ولا المحله ولا لا الفرق الفرق الجيل بتاعنا ده ان الجيل بتاعنا طلع رباني كده يلعب كوره احدث من الكوره اللي كانت بتتلعب في مصر. المحله وقتها كانت بتطبق الاحتراف من بدري. ايوه يعني النهارده لما يبقى شركه المحله عندك الاستراحه عندك المطعم عندك محترفين من بدري من احسن ملاعب موجوده في مصر مرة مرتين وثلاثه. أيوة. والملعب موجود والمعسكر موجود. بس احنا بالنسبه لل يعني احنا برضو ما فهمناش قوي الكلام ده لما بقينا مدربين. الساعه دي الساعه بتفكرك بالساعه ما يقدرش والساعه بترن هنا دي تعرف بالوقت على طول تعرف الوقت يعني التاريخ. احنا كنا نلعب برتم سريع جدا جدا ما كانش موجود في الايام دي. احنا اول الرتم السريع ان الكره بتتنقل من نص بالنص الملعب لنص الملعب الخصم بسرعه مفيش باتنين ثلاثه باص وفجاه تبقى في النص الثاني. وبعدين عندنا طيارات بقى سرعه جنونيه من الطرفين عمر عبد الله عمر وعبد الرحيم وعبد الدايم. وبعدين انا بدات انا احنا لما بدانا التيم ده اول ما بداته وانا كنت انا راس الحرب كنا بنلعب راس حرب واحد انسايدين كان في انسايد رايت وانسايد ليفت. كان انسايد ليفت وكان انسايد ليفت الرايت في الوقت ده في الاول كان احمد ابو اسماعيل. كان بينزل هو طبيعه لعبه كده فبتتحول ل 4-3-3 من غير ما حد يقول. سرعتنا بقى كان عندنا نص ملعب كان حمامه ومحرز وبعدين كان عماشه كان اول خالص عماشه كان نص ملعب هو ومحرز. الشروهات بقى وانت طبعا فرود وعارف انت عايز واحد تاخد نص الملعب حريف انت بس تتحرك تحط لك في مساحه في بتاعتك ومحتاجه التايمنج في الباص والتايمنج في الحركه. يعني هو لو اتاخر عليك بعد ما تتحرك باظت الباص بالك. فكان محرز وحمامه في الوقت ده حاجه نص ملعب حصلش يعني. دوري 72-73 مين الفرقه اللي كنتوا عاملين لها الف حساب في الدوري ده؟ هم ثلاث فرق برضو المعروفين الاهلي والزمالك والاسماعيلي دول الثلاث فرق كنتوا تعملوا حساب. امال ايه؟
طب امتى حسيتوا ان الدوري قرب؟ احنا اللي كان بينافسنا في السنة دي الزمالك. الزمالك ايوه. كان عندنا اخر ماتش كنا بنلعب البلاستيك. البلاستيك ينزل لو اتغلب ولو لو كسب البلاستيك ما ينزلش بس الزمالك ياخد الدوري. الدوري اللي حصل وقتها خاصة يعني الزمالك عايز ياخد البطولة طبعًا. وحصل كلام ما بين الزمالك وبين البلاستيك. سمعنا كلام كتير قوي قوي قوي. ابرز الحاجات اللي اتقالت يعني احنا سمعنا ان الزمالك بس الله اعلم بالحقيقة يعني لكن قال لك نادي الزمالك عمل معسكر لفرقة البلاستيك وكان هيدوم مكافئات سخية و و و كلام بقى كتير اتقال خلال الاسبوع عشان لعبت البلاستيك شد حيلها وهم كمان عشان نفسهم كانوا هينزلوا يعني البلاستيك بيلعب انه يقعد ويلعب انه يدي الدوري للزمالك فالحمد لله احنا كسبنا 1-0. عمر عبد الله جاب الجول بس وبعدين بقى الافراح والهلال الملاح. الهلال الملاح ده وانتوا راجعين الماتش كان في القاهره والعوده من القاهره لمصر في القاهره ايوه. الجمهور استنانا بعد طنطا بشويه يعني قبل ما يخش المحله بحوالي 20 كيلو على الطريق بره. على الطريق بره المحله كلها وكان ناقص ان هم يشيلوا الاتوبيس. احنا طبعا كنا في فرحة اول مره تشوفوها طبعا والبلد اول فرحة تشوف حاجه زي كده حاجه يعني ما مش عاوز اقول لك بقى ان احنا اللي قعدنا خدونا وصلونا لغايه اول محله وراحوا منزلنا من الاتوبيس اللعيب وراحوا شايلنا ولفوا بينا المحل كلها المدينه كلها لغايه الفجر. وفي اخر الفجر كان جايبين محمد طه وبتاعه حفلة وكلام من ده كان واحد من الحاج مسعد البغل الله يرحمه كان جايب محمد طه وحفلة قصة بقى فرح بقول لك يعني ما حصلش يعني لأنها حاجة بينه وبينك برضو حاجة كبيرة طبعا حاجة كبيرة طبعا حاجة كبيرة بالنسبة للفرقة وبعدين جيل جديد ما حدش كان يعرفه المكافأة كانت كام بقى؟ المكافأة خدنا 500 جنيه حلو قوي ده كويسين جدا كويسين جدا عملت بال 500 هم قالوا مفيش حاجه بتستنى مفيش حاجه بتستنى هم قالوا طلع اشاعات بقى ان هم يجيبوا لنا عربيات 28 اول ما طلعت 28 وكلام من ده كانت ايام العربيه 28 كانت ب 1400 جنيه حاجه زي كده لكن في الاخر خلص صفصفه العمليه 500 جنيه 500 ل 600 يعني